أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم وحيثما تواجدتم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج في حضرة إفريقيا. أسعد باستضافة رضوان مهداوي زميلنا في قناة الحياة. أهلا ومرحبا بك رضوان. مساء الخير نازم وكل مشاهدينا الكرام، نقول لهم إن شاء الله تستمتعوا معنا اليوم. أكيد. أما الضيف الرئيسي لعدد اليوم رضوان، أنت اللي تقدمه لنا. اليوم يمثل الجزائر في الطوب شاف تاع اللي شارك مؤخرا تاع العرب بلا لونا. مرحبا بكم معنا اليوم. الله يسلمك، مرحبا بكم ومرحبا بي عندكم ان شاء الله. اذا بلال، اهلا ومرحبا بك عندنا، شكرا على تلبيه الدعوه. بلال الذي للجماهير، الناس اللي ما تعرفكش، بلال اللي وصل لنصف نهائي من برنامج طوب شاف عرب. بلال لونا بي تي اس، عندي تقني سامي في الفندقه اختصاص طبخ، قريت هنا في الجزائر وتعلمت هنا في الجزائر، قريت المعهد الوطني تاع الكرمه ولايه بومرداس، وبعدها بعد مشوار طويل في الفندقه اكيد. بلال لونا جانا حصريا باللباس اللي كان فيه في الطوب شاف، وهذا باش نسجع شويه المنتخب الجزائري. هذه منافسه، والمنافسه نعرفوها باللي لما تكون تشرف تمثل الجزائر راح تكون بزاف عندك ضغط كبير، وهذا هو اللي يعيشه المنتخب الجزائري. بلال لونا، انت ماشي غير يعني في الطبخ، اكيد تبع كره القدم وانت مناصر وفي للاتحاد الاتحاد العاصمة غالب. يعني ما ماشي غير الطبخ، وهذا هو مغزى تاع الحصان، ان نجيبوا فنانين او من ثقافه من الطبخ، يعني يكون عندهم علاقه بكره القدم. اكيد اكيد، انا من بكري نحب الياسما، سميت من بكري ونتبع وسيرتو ليكيب ناسيونال. هاد العام الياسما راهم شويه ما راهمش ملاح، صح ماهم شويه مي راهم فرحين ليكيب ناسيونال. هذاك هو الهم. اذا رضوان، نبدا ببيان الاتحاديه. بين الاتحادية عطي هنا وليد، التي تنفي بطلب راقي والحضور تاعه في الكاميرون، وهذا اللي فتحنا علامة استفهام كبيرة. شكرا وليد. البيان اللي حدث في وقت الجميع يتحدث عن الملعب، يتحدث عن تغيير مكان إجراء المباراة المصيرية للمنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، فيما راح البعض ينفي بخصوص هذا الراقي، لأنه انتشرت صورة يعني زي ما لو شفناها في مواقع التواصل الاجتماعي تاع راقي رفقة لاعبين، هذيك صورة مفبركة، حتى المشاهد لو يشوف فينا الآن أنه كل الصور يعني المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود راقي على مع المنتخب الوطني لا اساس لها من الصحه. وش رايك في هذه القصه بلال، خاصه لما تشوف العديد من المواقع الاجنبيه تناولت هذه الامور بانه هناك رقاه جزائريين حيدهبوا الى الكاميرون؟ هذه الامور هذه كما قال شرف الدين عماره في تصريحاته لرئيس الفاف، قال لك نحن نؤمن بالقضاء والقدر. قال لك كل لاعب يقدر يرقي نفسه، قال لك صح لكن باش نجيبوا راقي منا، قال لك مع احترامنا كل الرقاه لكن يعني ما نوصلوش هذا الشيء. انا بالنسبه لي وهذا رايي الشخصي، اكيد اكيد تفضل، رايي الشخصي انه انا ما كانش في الفيدراليه الجزائريه ما كانش يعني قوه كبيره كما كانت زمان. لو كان كانت زمان هذيك ما راحش يلعبوا في هذيك الارضيه اللي لعبنا فيها. هلا هضرنا على الراقي، باك نهضر على الارضيه. الراقي يعني والله صح كل واحد يرقي نفسه، وما لحقناش باش نجيبوا راقي، وهذه مقابله كره قدم، والجوار على بالهم الامكانيات تاعهم، على بالهم كاع واش كاين ضغوطات، يعني ماشي مساله راقي ولا مساله. لانه في البيان رضوان الكثير من الزملاء قالوا عوض ان ننشر بيانات حول مثلا تعيين الحكم السابق الحكم القادم للمباراه امام كوت ديفوار، او الاحتجاج على ارضيه الميدان، او ظروف الاقامه، قال تم يعني الحديث عن امور جانبيه. امور جانبيه هذه راح تزيد الضغط هذه على الفريق، رانا نحكيو على امور جانبيه، وهذه الامور الجانبيه ولات عندها مكانه كبيره في المنتخب، ولا يحكوا على الراقي عوض الحديث على الحكم، لان ارضيه الميدان ولا وانت هضرت على ارضيه الميدان، هذيك ثاني عندها عائق كبير على اللاعبين. اوكي عاود فهمني، قال بلي ما عندناش بويسونس في الفيدراسيون. انا لو كان كنا كيما زمان ما راحش نلعبوا
عزوز تاع العشيه في افريقيا نلعبوا عزوز تاع العشيه، علاش غير المنتخب الجزائري ونظن بلاش السنغال على مرتين على مرتين تلعب في هذاك الوقت، علاش ما لعبوش كيما لعبوا كامل الاخرين؟ علاش المنتخب الجزائري والسنغالي علاش ما نبدلوناش يغيروناش الملعب اللي شفنا تونس وال بصح، لكن حنا يعني حظ المنتخب الوطني طاح في هذيك حسب المجموعه. بصح 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 قسموا المجموعات. بصح سمح لي ولا كانت ارضيه ما تسمحش باش المردود اللاعبين يجيو. ارضيه تاع ملعب جابو ما كانت مليحه بعدها يعني بعد مرور المباريات ولات ما للاسف لي جوار تاعنا ما تساعدهمش هذيك الارضيه. بخصوص الارضيه بلال واردوان هاو اللي كاو يعطاها لنا شكرا وليد يعني فهمتنا، تفضل علقنا على الصور. ما واش نعلق ما عندك ما تعلق، كيما كانت ارضيه تشاكر بالك خير منها اكيد. يعني شيء مؤسف مشكله الملعب توجور اردوان، شيء مؤسف جدا لما نرى ارضيه هذه الارضيه اللي تستقبل وتحتضن تحتضن ابطال افريقيا وتحتضن دوره. وفي تصريحات لصامويل ايتو قالها اليوم لقناه الكترونيه قال لك نحن انفانتينو رئيس الفيفا لم يستطع ان يغير يعني ان يفرض رايه علينا، ولسنا نحن هنا لارضاء الناس. لا ماكش الناس اكيد ماكش باش ترضي الناس، لكن يا صامويل ايتو على الاقل لابد ان تحترم الناس باعطائهم ملعب يليق بهم. اردوان المنتخب الوطني وبطل افريقيا لو كانوا محطه في المجموعه اللي عندهم ملعب يحتضن هذه المباريات المهمه، لانه شفنا التصريحات يقول لك بلي هذه المباراه القادمه راح تكون ما بين كوت ديفوار والجزائر. هذه المنتخبات اللي راح تنافس على اللقب، انت واحد في اوروبا ربما راح يشاهد هذه المباراه يشوفها في جابوما، هاشك راح تخليه يقعد يشوف الماتش هذا؟ لا لا ما نضرش راح تخليه باسكو للاسف ارضيه ما تساعدش باش تمد المام اللاعبين، ما راحش يمدوا كامل 100% تاعهم باسكو مستحيل مستحيل أرضية ما تساعدش باش تشوف مباراة في القمة. وحتى أيضا الإعلامي المصري الكبير خالد بيومي يعطينا وليد نشوفه، خالد بيومي اللي كتب عبر صفحته الرسمية قال لك ملعب جابوما لا يصلح إلا لمراعي الغنم، يعني قال لك مستحيل يكون ملعب. تفضل أردوان. بونس با مام باش يرعى الغنم، ماش كيتش يقبلوا يرعوا في هذا الصاد كيما هذايا لي رانا في 2022 وانا داخلين في 2023 وما زلنا نعاني من الملعب. والان كل المنتخبات الافريقيه بلال عندها الا اللاعبين الكبار لما ينشطوا في ليفربول في توتنهام في تشيلسي في مانشستر سيتي، هذا ما راحش يخدمهم باش يبينوا كاع المهارات تاعهم، وهذا عرس كروي كبير. افريقيا راك افريقيا بحجم الاخر ما عندناش، انا نظن انه كولاسه في افريقيا كاينه بزاف، وانا نظن هذه. لكن في 2019 جبنا الكاس بلا بابا ولا صح؟ بصح لا بس 2019 ما ننساوش ما صار عندها لي ستاد شابين على الاخر. بصح كاين في ماشي غير الكاميرون عندهم لي ستاد ملاح بزاف ملاح، ملعب متى لعبت فيه نيجيريا ومصر ملعب جيد، ملعب رايع ارضيه. علاش ها غير هذا الملعب اللي عيال هما طلبوا باش يغيروا ملعب ما قبلوا لهم، رفضوا لهم. لا بخصوص هذه النقطه صالح بيعبود المكلف بالاعلام صرح صبيحه اليوم لوسائل الاعلام الجزائريه قال تقدمنا بطلب من حيث الملعب، لكن اللجنة التنظيمية أخبرتهم أنه من المستحيل تغيير الملعب. تغيير حتى الدقيقة الأخيرة هم على بالهم بالبرنامج هذا نازل، ماشي اليوم داروا البرنامج تاع كأس أمم إفريقيا، ماشي من اليوم داروا البرنامج تاع كاع الأدوار تاع كأس أمم إفريقيا. أنت على بالك بلي الملعب هذا غير صالح باش تلعب فيه، علاه ما ديتش المناجر تاع المنتخب الوطني أهل ما يتنقلش للملعب ويشوفوا قبل بداية المنافسة، ومن ثم نبداو ندافع على المكانة تاعنا في إفريقيا من قبل، ماشي حتى دوكا باش ندافع على الحكم اللي ما عجبناش ارضيه الملعب حتى دقيقه. خاصه ان مباراه غينيا الاستوائيه والسيراليون ستلعب في ملعب ليمبي في مدينه دوالا، وحنا خلونا في هذاك الملعب يعني. صح صح يعني كانوا قادرين يبدلونا احنا، خاصه انهم يعلموا انه مباراه كوت ديفوار امام الجزائر ستكون مباراه يعني مصيرية. من سيتاهل مصير المنتخبين لابد ان يلعب في مباراه يعني تكون تليق ب صح تليق بسمعة المنتخبين أيضا. أكيد هذه صح. لما تبعت سيراليون وغينيا مع احترامتنا للمنتخبين إلى ملعب يكون أحسن من هذا تشعر حتى اتحادية كوت ديفوار عرضت على هذا الملعب.
نظن انه الضغط اللي راهو فيه المنتخب الجزائري راهو ضغط كبير عليه باسكو هو بطل افريقيا وبطل العالم خاصه المباراه تاع كوت ديفوار. ملي بدات كاس افريقيا العينين كامل على المنتخب الجزائري بطل افريقيا بطل العرب، لازم نكسروه، لازم نديروا له كل شيء باش نوقفوا له سلسله الانتصارات اللي لحقنا 35 مباراه. اسمح لي نجم ودي عشا هو على بالو يحكي بهذه الطريقه لانه عشا بزاف صح. تعيش كل واحد يمثل الجزائر في اي مجال مختلف مجالات، لما تكون في مسابقه دوليه انترناسيونال تشعر بالضغط، تشعر بالضغط لانه راهي بلاد موراك، تحس باللي لازم نشرف البلاد هذه، لازم ندير كل شيء، وهذا الضغط بالك يولي عليك سلبيا نيجاتيف، ما تقدرش تمد كل شيء لانه لا بريسيون بزاف، ما تكونتروليش روحك تقدر. بلال دوك تاني سؤال الان راودني في ذهني، اللاعبين في مثل هكذا دورات وشنو هما الاطباق اللي يمكن تقديمها؟ هي انا تكون اطباق الاطباق رياضيه كل اللي جوار منا لازم لهم اطباق اللي اشاره المنتخب الوطني يرافقوا الطباخ تاعو. اكيد لازم يكون نوتريسيونيست ويعرف لاليمونطاسيون لي بريباراسيون كولينير دي سبورتيف، تما واش راح لازم اللاعب ولا الرياضي حتى يسترجع من حيث يسترجع اكزاكتومون، واش لازم ياكل قبل التمرين ووسط بعد التمرين وفي وسط قبل المنافسه لا كومبيتيسيون ودورون لا كومبيتيسيون اي ابري لا كومبيتيسيون. دونك هذه كاين بزاف عوامل ناخذوهم بعين الاعتبار باش نحضروا المنيو الخاص للي جوار. كاينين لي جوار خاصه كي تكون فتره طويله لي دي سوكرون كيما لي بات، ياكلوا لي بات، ياكلوا بزاف عفايس لي باش تعطيهم القوه باش يكملوا المجهود تاع لا جورني هذيك. اكيد شكرا لك بلال. نذهب رفقه مشاهدينا الكرام يشاهد فيديو لاحد المناصرين الجزائريين الذي عبر عن حاله ارضيه ملعب جابوما وبطريقته الخاصه. مرحبا بك زميلي انيس ومرحبا بالمشاهدين الاوفياء، نحن الان متواجدون بملعب جابوما بمدينه دوارها الكاميرونيه، هذا الملعب الذي سيحتضن القمه الكرويه بين المنتخب الجزائري ومنتخب غينيا بيساو، الملعب الذي اعيد شوشابه 3 مرات وذلك بسبب الشكوى التي اودعها الاتحاد الجزائري لكره القدم لدى الاتحاد الافريقي، فيما اعتذر الاتحاد الكاميروني عن الخطا الذي تبادر منه وهو سوء ارضيه الملعب التي اثرت سلبا على المنتخب الجزائري وعلى نتائج المنتخب الجزائري في الجولة الأولى من دورة أمم إفريقيا. وقد أبدى جمال بالماضي سعادته بسبب الصيانة التي انظروا إلى الملعب الذي صار بأبهى حلة، ونتمنى الفوز اليوم والتوفيق للمنتخب الجزائري، وسنوافيكم بأبرز المستجدات من هنا من ملعب جابوما. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله. إذن مشاهدينا الكرام كما كنتم تشاهدون هذا الشاب الجزائري الذي عبر بطريقته الخاصة رضوان، هذا يعرف المهنه تاع الصحافه وهو راه في الحقل تاعو ولا في الخدمه تاعو، ما او يحكي ما يشعر بوش او يشعر به الشعب الجزائري وشو اللاعبين لما يقول لك بلي انه هذا الملعب غير صالح للعب كره القدم، وهذا حقيقه ما لازمش نخبيوها. وتشوف هذه الصور تزيد تقول كيفاش حكيت ماشي نظن انه عندنا امكانيات وعندنا لي كومبيتونس. شوف هذايا باغ اكزومبل وصل رساله بطريقه هزليه ورساله واضحه انه هذا الملعب ما يصلحش للمنتخب كيما الجزائر بطريقه هزليه وبروفيسيونيل، يعني انتم ما عندكمش ما ستار من الاخر. صح صح هذه. اذا نذهب الى احصائيه اخرى ويتعلق الامر بيوسف بليلي، رغم انه لم يسجل في هذه الدوره رضوان وبلال لم يفتتح عدده، الا انه يبقى اللاعب الاكثر صناعه للفرص، 10 فرص في مباراتين، وهذوك المباراتين ما سجلناش اهداف لكن شيء غريب بلال، عندنا لاعب اكثر صانع 10 فرص من المقابله الاخيره في مقابلتين 10 فرص صنع 10 فرص هو وحده نضل الفارق كله صنع واقيلا 32 فرصه وما تسجلناش فيها في المباراه 32 فرصه وما سجلناش فيها، هذا يعني نشوفوا أمر غير طبيعي جدا. بالليلي شفنا في المباراة الأخيرة قدم مستوى أحسن وأحسن من بقية اللاعبين، كان من بين الأفضل هو عطل، كانوا لي دومير جوار في ليكيب ناسيونال. الديرني ماتش تاعهم اللي شفناه كان عندهم نزعة هجومية، لكن لما الحظ ما يكونش
انت وانت نعاود دائما نولي ليه لانه هو شارك في منافسه لحد ما يكونش ما تربحش ما كاش حد يلعب دور كبير في مثل هذا المنافسه يلعب دور كبير ونظن انه الامكانيات موفره وجمال بن ماضي ما راحش يستسمح في التربصات ولا لي بريباراسيون هذوما اكيد انه راهو موجد ومحضر الاخر نظن الفرص الحظ كما قلتوا وهذه هي سي با فان دو موند احنا فخورين بالمشوار اللي قدموه 4 سنين فرحونا و35 مقابله ما خسرناش الان بعد التعثرين ولا شحال اللي عملوا اكيد مازلنا فخورين بهم وروحوا معاهم بعيد وان شاء الله ماشي فان دو موند هذه هي لازم نشجعوهم ماشي غير هذه هي ودائما نجدد هذه هي الرساله اننا سنبقى مع المنتخب الوطني في كل الحالات في كل الظروف في كل المباريات مهما كانت النتائج لابد ان نلتف ونكون وراء شبال المنتخب الوطني 4 سنين هم يفرحوا فينا يعني كان لابد يجي نهار وننهزم جاء هذاك النهار ان شاء الله سيكون هناك ما قعدش ان شاء الله الخميس وتفوت هذيك المشكله تاع الانهزام السابق امام غينيا الاستوائيه من كوت ديفوار ان شاء الله تكون انطلاقه لمال ان شاء الله بهكذا ولا ربحنا ان شاء الله وتكاليفينا راح نبدلوا الاستاد ونبدلوا الوجه تاعنا قاعد يتبدل ان شاء الله يا ربي وفي كل مجالات ان شاء الله كامل التوفيق أكيد نذهب الآن إلى لاعب منتخب الكوت ديفوار ماكسويل كورني الذي نشر صورة عبر ستوريته وقال بأنه أن على لاعب آخر وهو سيباستيان هولر أنه جاهز لأكل الجزائريين يوم المباراة تفضل شوف شو كتب لنا إلي بخير بور مونجي دو الجيريان جودي يقولوا احنا كونك سبع وكنا هذا ما كان هذا ما شوف الحراره تاع لي زالجيريان والله ما كاش اللي يقاومه احنا من بكري معروفين من بكري عند العرب عند الاخر الجزائري غير توصل يقول لك ما تكلموش حارين دونك مشكيت هذول راح يخلعونا مشكلة. خاصة أنه ليس جيل الكوت ديفوار الكبير لكن تبقى إفريقيا هذا ريال نازيم كان في أجاكس أو هداف رابطة أبطال أوروبا تغير الإفريقيا لإفريقيا ما يش كيف لعب قوي جدا قوي جدا لكن مسجل هدف واحد في الدورة هما اللي كانوا معولين عليه بزاف شفنا حتى المباراة الأولى المدرب سنة الشوط الثاني وخرج ودخل زها وتغيرت قال وتبقى في هذه الدورة نشط فيها شوية في هذه الدورة الأسماء يا رضوان لم تصنع الحدث لما نرى مثلا سيراليون اوقفت الجزائر اوقفت كوت ديفوار عندها يعني نقطتين لو تفوز مع غومبيا ب5 نقاط سيراليون ننظر هي العظمه لاعبين كلهم ينشطون في اقسام يعني هوات صح نشوفوا في التصفيات انه كاتاكات مع نيجيريا اكيد بس شوف باللي نيجيريا اللي راهي من بين احسن المنتخبات أكيد نذهب إلى نقطة أخرى ونحيي زميلنا زكي عليلات مقدم حصة بوليتيك نذهب إلى لاعب أو تعليقات التونسيين بالأمس والذين أكدوا بأن المنتخب الوطني منفوخ إعلاميا ومنهم من قال أن الجزائريين بعد هزيمتهم ادعوا السحور يعني نحن لم نقل أن المنتخب الوطني لم يسجل بسبب سحر أو شعوذة لكن تبقى تعليقات سلبية من طرف الأشقاء التونسيين يعني ماشي من حقهم أنهم يهدروا هكذا على جيرانهم وعلى أصدقائهم الجزائريين بصراحة نتأسفوا للتعليقات كل واحد يتكلم وش يحب وإحنا إن شاء الله المنتخب الجزائري يقدم اللي عليه ومام ولا ما قدمش إحنا فخورين به ويديروش المهم يديروش يقدروا يلحقوا يعني النص وش درنا احنا وعلى لسان زكي عليلات تبقى هزيمة كأس العرب في النهائي تحرق يعني وكل ما نجيبوا انفيتي قلنا ما زالها تحرق هذيك لاكوب هذيك والله غير صالوستور ماركي سورتو في كأس العرب هذه اللي ما عجبهمش الحال كأس العرب كأس أمم إفريقيا احنا في ظرف 3 سنوات فزنا عليهم في تونس وديا صحيح وفي ظرف 3 سنوات دينا واش ما كانوا هما يخطوا ربما 5 سنين 6 سنين على المدى الطويل وما داوش حتى لقب احنا واش نقدروا نقولوا ان شاء الله هذا الخطاب ما يتغيرش من اليوم نهار الخميس ان شاء الله
راح نفوزوا باذن الله ان شاء الله. ما يتغيرش الخطاب ويقولوا يقولوا كاع الشعب اللي يقولوا المنتخب الجزائري هو الاقوى هو المنافس الوحيد على اللقب. كيفاش راك تشوف المباراه نهار الخميس شاف بلال؟ والله نقول لك انا مباراه صعبه كمتتبع والله نشوفها بلي مباراه صعبه بصح ما عنديش زعما خلعه ولا على بالي بلي الجزائر ما تقدرش تخاف من اي منافس. اكيد اكيد صح. مام بالنسبه ليا مام خسروا وما تاهلناش والله غير نورمال. اكيد نبقى دائما مع بالماضي. اكيد اكيد نبقى توجور مع بالماضي والاجمال مع المنتخب الوطني مع اللاعبين الالوان الوطنيه. اكيد مازلنا تصفيه تاع كاس العالم وهو هذا ما قاله في ندوه الصحفيه. قال لك رغم انه اقصينا الا انه هناك تحديات اخرى مستقبلا بينها كاس العالم. بيان سور يعني ليست نهايه العالم رضوان ان نخرج من الدور الاول. في 2013 خرجنا من الدور الاول مع حيلوزيت ومشينا الدور الثاني في كاس العالم. امر عادي وهذا المنتخبات العالميه نشوفها في لما تشارك في المنافسه خاصه حامل لقب. حامل لقب دائما يعني يخرج من الدور الاول في المسابقه اللي موراها. هذه شاهدناها كل منتخبات. المانيا احسن مثال. المانيا 2014 خسروا بسبعه. البرازيل فوق ارضيه ميدانها في كاس العالم عادي ومنها اللي يتفطن بها المنتخب. وان شاء الله ينقصوا علينا الضغط شويه ان شاء الله. وانا نتمنى بالشعب الجزائري يوقف مع الفريق الوطني ويدعمه وباش مام الا ما تاهلناش هذه تريح كره قدم كبوه حصان طلع يعيد بصح يعاود يوقف ويروح يكمل المشوار تاعو. اكيد تحدثنا عن بعض التعليقات قلنا بعض التعليقات السلبيه من طرف الزملاء في تونس. نتحدث الآن عن أحد المشجعين المصريين المتواجد في الكاميرون دائما الحضور في تربصات المنتخب الوطني يشجع المنتخب وكأنه بلده الأول. نذهب لنشاهد هذا المشجع المصري وماذا قاله بالأمس للاعبين. مبكر هو بيحمس الناس هو وحجازي. الجيري هو حبيبي شرطة منتخب مصر جايين طبعا نشجع اهلنا ومنتخبنا الثاني منتخب الجزائر. قبل ما نطير ونروح لمنتخب مصر نشجعه فاكيد لازم نشجع منتخب بلدنا الثاني منتخب الجزائر. شاهدينا الكرام تعليق جميل من طرف هذا اليوتيوبر المصري الذي قال سنبقى نشجع الجزائر. مصر بلدي الأول، الجزائر هي أيضا بلدي الأول وسأبقى أشجعها وأقول للشعب الجزائري بأن لديكم فرقة كبيرة. لا صح أنا مام عندي أصدقاء شيفان ودي شيف مصريين تونسيين جنسيات مختلفة. يعني ما نقدروش نحطوا كامل اللوم على الشعب كامل ولا على بلد كامل. فئة صغيرة هذه اللي راهي تعمل على الشوشرة باش. انت عشتها كي كنت في عشت بياسر. عشت انا في طوب شاف انه لما لحقت نصف نهائي ما خلونيش باش ندير ان بلا تراديسيونال الجيريان. داروا لك خوتي فلافل وفي نصف نهائي تما كان هما عرضوا لك طبق وانت ولقيت فرضوا عليك طبق اخر. لقاو باللي فرضوا عليا طبق اللي احنا لانهم عرفوا بليك رايح تروح بعيد. اكزاكتومون وهذه ما ناخذهاش بعين الاعتبار لانه الحمد لله وصلت بالامكانيات وقريت في الجزائر وامكانيات تاع الجزائر يعني البساطه اللي عندنا في الجزائر اللي نقولوها صراحه ما عندناش الامكانيات الكبيره. بصح هكذاك لحق دومي فينال مع دي جون اللي قراو في امريكا في سويسرا في فرنسا بامكانيات كبيره وهكذاك كانوا يعملوا لي الف حساب ولحقت وين لازم نخرج بهذا المدرسه الجزائريه. اكيد سنعود اليكما بعد ان نذهب الى استماع الى اغنيه ثم نعود. يقول بن سبعين وفارس بن مصر يهرس أي رياض حطها في الجول سايس خويا سايس هنا عندنا الرايس أم بولحي في الجول أي شكون يقول
اهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حضره افريقيا، ويتواجد معنا الشيف بلال. اهلا ومرحبا بك ثالثا، وشكرا على تلبيه الدعوه. مرحبا بك. وردوان دائما مهداوي معنا، تحدثنا في الجزء الأول كثيرا عن الملعب وعن التصريحات الكثيرة بخصوص الراقي وبخصوص التحكيم، بخصوص الظروف أيضا وتعليقات التونسيين من جهة والمشجع المصري الذي يشجع الجزائر. نذهب الآن إلى لاعب المنتخب التونسي والذي قام بتأدية أغنية خاصة لشاب خالد. نذهب نشاهدها ثم لا نعود. بلال، شيء جميل، لاعب تونسي يؤدي أغنية للمغني الجزائري شاب خالد. دليل كما قلت أن هناك فئة فقط لابد من ديروش عليها. بيانسير بيانسير، ما تنسوش أنه الراي الجزائري حاجة مونديال، العالم كله يسمع شاب خالد، يسمع مامي، يسمع ونك، وعندنا بزاف مجالات. وهذا الصور كانت أمس في تربص مكان إقامة المنتخب التونسي في الكاميرون. علاش أنا قلت لك مقبلة فيها قليلة برك اللي راه يتشوش على المنتخب الجزائري. فيديو رائع يا رضوان. صحيح وأنا أشوف الأجواء الرائعة اللي يصنعها المنتخب التونسي. هو تاني كلا هو المزية اللي ربح الدرني ماتش القطر 0 أمام موريتانيا، ما زال المباراة أخرى. الهدف هو التأهل للدور القادم، وهذا ما شفناه. ميسي ويكريو الأجواء، لأنه دام على بالناش المنتخب التونسي عنده اليوم 7 إصابات بفيروس كورونا، راح يتأثر الفريق. تمنى الشفاء خاصة النجم الأول وهاب الخزري، وهاب الخزري عديد الأسماء، لأنه المنتخب التونسي راه يتأثر من المباراة عنده بزاف لي جوار انديسبونيبل في لابيريود دي تاع لابونديمي تاع كورونا، راح يأثر عليهم بزاف. بخصوص مباراة غانا والتي سيديرها رباعي التحكيم، عطينا نسائي لأول مرة وليد مولاي، عطينا شوفوا صور لأول مرة بلال، راح يكون رباعي تحكيم نسائي يدير مقابلة رسمية في كأس أمم إفريقيا. الحكمة ستكون حكمة كاميرونية بمساعدة المغربيتين كحكمة تماس. مليح بلال. بيسور بيسور، المرأة ظهر بينت بال اللي اللي كابابل عندها مكانه في المجتمع وتقدر تدير عفايس اللي يديرهم رجال واكثر يعني، وصراحه حاجه مليحه لاول مره سابقه في تاريخ التحكيم. وهذا التحكم ربما الحده ما بين المنتخبين كيلعبوا ماتش يشوفوا مره بالك يحترموها غانا امام زيمبابوي. صح. يحترموها في عد ما يكون راجل لرجل ربما يزيدوا يتهاجموا معاه، بالك يكثروا معاه في الهضره، كي تكون مره بالك يتكلموا شويه ينقصوا بزاف لي طاقل. امر ايجابي اتخذته لجنه التحكيم الخاصه بافريقيا بتعيين هكذا حكمات واعطائهم مقابلات في كاس امم افريقيا، رغم انها مقابله مهمه بين غانا وزيمبابوي. نتمنى ان يوفقون في هذه المهمه خاصه. مليحه حتى لي موش تاع لاكوب دافريكا هذه، ماشي غير في اوروبا نشوفوا في مباريات هكا يديرهم النساء، حنا ماذا بينا حتى في كوب دافريكا دي نشوفوا النساء ياتيري والناس يحبوا يشوفوا لي ماتش هذوما، كيفاش تكون لي رياكسيون تاع لي جوار، كيفاش يكونوا داخل وسط الميدان. اكيد بلال، وانت راك تابع كاس امم افريقيا، شفت حارس كوت ديفوار اللي قام بالخطا من سيراليون. صح. حارس هذاك جوه المصائب توالى، تصور انه قام بذلك الخطا تسبب في تعادل منتخب بلاد، وبعد ذلك اصيب باصابه خطيره في نهايه المباراه، اصيب بعد ذلك توفى الوالد. اعطينا نشوفوا الصور، تصور انه صبيحه اليوم تدرب بشكل عادي. الوطنيه في الوطنيه هذه هي شوف شاهد رفقه زملائه جنازه تاع الوالد تاعو، شاهدها في عبر تقنيه الفيديو، يعني داروا له تقنيه سكايب
وشاف جنازة الوالي تاعو وبقى مع المنتخب تاعو. سبحان الله، هذه ماشي سهلة، وهذه هي حب الوطن. عم نشوفوها في مبولحي صرات ديجا أكيد. مبولحي مبولحي صرات ما غادرش كي كان مع سعدان، ما غادرش تربص، قالوا له وفاة الوالدة تاعو، الوالدة تاعو ربي يرحمها، وخلى هذا هو حب الوطن. علاش نقول لك لابريسيون هذه هي خلاتهم مقوت يحبوا البلاد، يتخليه لابريسيون هذيك يتبحر، يخاف الخوف تاع البلاد اللي موراه، واش راح ندير كما فرحش المنتخب الجزائري ودرب واش راح يصير بشكل عادي يردوه بولحي. هذا واش شفناه درب بشكل عادي، وشفنا حتى اشاده كبيره، وحتى هو راح تكون عنده شعبيه اكبر واكبر كما مروان بولحي. انا نشوفه الشعب قاعد يحب محبوب الجماهير، خاصه هذه اللي نقولوا طريقه اللي تكسب بها شعب كبير. والله شوف مهما كاين، احنا كل واحد فينا يقول لك انا بلاد ما دارت ليش، ما وفرت ليش، ومنا والمشاكل اللي عندنا وعند النقص الاخر منا، بصح كي تلحق حب الوطن والوطنيه تلحق الاعلام، يعني اللي يهضر الاعلام تلحق يكذب عليك. الجزائرية ما يسمح في حتى حاجه، بلادي بلادي بلادي، ما كاش منها اكيد، لان حب الالوان الوطنيه شيء مقدس، شيء مقدس خاصه الجزائريين، خاصة الجزائرية. لا الله يحكي واحد الشعور، لأنه أنت درش بديت من شوية وراك الحمد لله والله الحمد لله، لأنه بالإمكانيات اللي عندنا كي تلحب سي لامور دو ميتي. أكيد خاصة أكيد هذا ما يؤكده كل لاعبو المنتخب الوطني، وبالماضي أيضا قال لك هاد اللاعبين تمس فيهم الحب تاع البلاد. أعطى مثال، قال لك لما كنا في جائحة كورونا اتصلت بهم باش يعطوني مبلغ، قال لك مباشرة وافقوني، ما يتردوش ما كاس. والله ماشي غير الفريق الوطني، والله لو كان تروح تحكم واحد نيمبورت واحد برا تجيبه تقوله الجزائر ومنا وتهدر يوقف الجزائر بلادي ما كاش يلحق الامر، ما عندوش يعني امكانيات، ما عنده والو زوالي هيدا، ما عندوش الاخر. شفناه في عز الوباء تاع كورونا، شفنا الشعب كيفاش ضامن، شفنا حرائق تاع تيزي وز، وشنا جوزنا بزاف لي زيفيرمون هما اللي خلاك في الجزائر كي الشعب الجزائري الامور العصيبه يعني الاوقات الصعبه تلقاهم دائما يدا وحده. ما شفتهم برا. انت كي كنت في لبنان كانوا يجيو في الجاليه الجزائريه؟ كنت في لبنان كانوا يجوني، في السعوديه ثاني كانوا يجوني يتصلوا بي، يجوني مع اللي ما كنتش نقدر نخرج مع التحضيرات والبروغرام شارجي منا، ما كنت مي كانوا اتصالات كبيره وكش ما خصك، والله نعيطوا لك يا بات بروبليم. يعني الحمد لله الجزائريين معروفين معروفين بال حبوا يخدموا لك الكواليس. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لنرى رفقة رضوان وبلال صور ذهاب روجي ميلا إلى منتخب غينيا، ذهب من أجل تشجيعهم. تعرف روجي ميلا بلال؟ بالأسير روجي ميلا ذهب إلى منتخب غينيا من أجل تشجيعهم بعد تحقيق بعض النتائج الإيجابية في هذه الكان رضوان، وحكينا عليها في العدد السابق ربما نسيت، حكينا على اللاعبين السابقين اللي يروحوا المنتخب تاعهم، اللي يشوفوا اللاعبين تاعهم اللي وقفوا على كل صغيره وكبيره. شفنا حاج جوج، شفنا دروغبا، وقلنا ماذا بينا لو كان اللاعبين السابقين الجزائريين يكونوا حاضرين في تربص تاع المنتخب الوطني، يعطي لهم دافع كبير. زياره مجامله اكثر من هذا، مجامله باش يطلعوا لهم المعنويات شويه ويفهموهم، يعطوا لهم التجربه تاعهم باللي ما تخافوش كذا، احنا تجزنا عليها ونعرفوا افريقيا وادغالي افريقيا واش راح يصرا واش كاين، دونك باش يحمسوهم شويه ينحيوا لهم شويه الضغط هذا. اكيد نذهب الى نرى احد المشجعين التونسيين الصغار، اعطيني صوره. شوف اللاعب هذا لما ضيع وهاب الخزري في المباراه الاولى، ضيع ركله جزاء امام منتخب مالي، شوف كيفاش كان يبكي. بعدها وهاب الخزري شاف الصور وسجل في المباراه الثانيه، سجل هدفين، توجه اليه واعطى له القميص الخاص بالمنتخب التونسي في المباراة الثانية، دليل بلي ان كرة القدم هي اكثر من مجرد لعبة. بيسير تشوف اطفال صغار، لفتة انسانية كبيرة من طرف لاعب منتخب تونسي. انسانية اول شيء في كامل الاخر، هذه لازم تكون ويحس بهاد المناصر اللي هو قاعد يستنى، والفارق الصبر والفوز هو يستنى غير الانتصار تاع المنتخب بالبلاد تاعو، ومن بعد تشوف اللقطه كما هذه، هذاك الطفل الصغير يولي يعشق المنتخب من جهه ويعشق اللاعب من جهه، ولي بالك هو ما يكونش يدير هذيك الرياضه يولي يديرها. هادو هما اللي فاصون يقدر تعطيري بهم اكيد، خاصه ان لما نرى كل الاطفال الصغار بالامس، يعني شفنا الفيديو تاعهم كانوا يبكيوا بعد هزيمه المنتخب.
هذا الحب الوطن كما نقولوا حنا من الصغر من تنوض بها تنوض بها، خاصة ان الجيل هذا لو طالع والف بالماضي غير الفوز الفوز ما تعودوش على الهزيمة خسارة. ما حب الوطن الجزائر ملي يكون صغار، ملي تكون صغير الجزائريين نحبوا بالون نحبوا كاع، تكون تشوف الهوند ما عندناش لغة، بصح نهار لعبنا فينال كونتر مصر الشعب الجزائري قاعد يتبع الهوند أكيد. كامل اكيد. نذهب لنشاهد فيديو اخر لقائد المنتخب التونسي معلول وكيف كان يحفز لاعبيه داخل او زملائه داخل غرفة العمليات. كما تفهمنا من الاول، حطوا تحت في بلاصته، كل واحد حطوا في بلاصته من الاول، يحسوا نحن جايين نرفعوا، نحن جايين نفدك ولا باش نعيشين معاهم بالخلف من الاول. كل الدخله نتاعنا كانت بنيو نحاول الماركي ونزيد الماركي والثاني ديريكت. شاهد كانت كلام محفز من طرف معلول لزملائه اللي جا بتيمار وربحوا برباعية. هذا هو القائد تشوفه في المباراة كيفاش كان يحارب، كيفاش كان يدافع باللاعبين تاعهم باش يسجلوا باش يوقفوا على المنتخب هذا، باش وبهذه الطريقة ليكون الحافز كبير لبقية اللاعبين. ربما كاين خاوي كاين بعض من الشبان اليوم في الفريق حنا بعد المجبري هذا ما راح يتعلموا منه، وهذا راح يعطيهم دافع كبير في المباراة. شفت بالأمس جوائز الفيفا؟ لا شفت بعد البارح، لا ما شفتش البارح. ليفاندوفسكي ودا احسن لاعب، احسن ليفاندوفسكي أحسن لاعب ليفاندوفسكي. أما بالنسبة لأحسن حارس فهو حارس منتخب السنغال، كيف تفاعل مع زملائه لنشاهد. Mais ici c'est ma deuxième famille. On est venu ici, on a une grosse responsabilité, on a une grosse tâche, mais on est prêts tous ensemble. Et aujourd'hui d'avoir reçu ce trophée-là avec vous, bah, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, qui me rend très fier, mais qui aussi me responsabilise pour les échéances qui arrivent. ميندي الذي أهدى تتويجه وجائزة الخاصة من الفيفا كأحسن حارس سنة 2021 إلى كل الشعب السنغالي وإلى زملائه. حاجة مليحة بيانسير، حاجة مليحة، هادي يا رب يشرف بلاده، هو أول شيء دي بلاده ويهديها للشعب تاعه أكيد. هادي ثمرة العمل تاعه اللي كان بدمل تحت رودو كارو في نادي تشيلسي، تألق معهم بدال الشامبيونز ليغ، راه مع منتخب السنغال وهو اللي هو الحارس الاول في الفريق. يعني هذه هما المراحل اللي لازم يجود منهم كل شاب. ربما انت عندك رساله توجهها للشباب الجزائريين، وهي رساله ختاميه نختم بها العدد اليوم للشباب اللي حابين يدخلوا في المجال جميع المجالات. اكيد بيان سور نتمنى الشباب نقول لهم سي لامور دو ميتي، ديروا حاجه اللي تحبوها انتوما، كي دير الحاجه اللي تحبها انت حب ما تعمل حتى تحب ما اكزاكتومون. كي دير الحاجة اللي تحبها انت راح توصل بها بعيد، صح راح تتعب مع الاول، تتعب تطيح تنوض تطيح تنوض تطيح تطلع ومع لامور دو ميتي هذه هي، توصل باذن الله ربي سبحانه هو اللي راه مسطرها لك، يشوف باللي راك تحب هذه الحاجه راح توصلها. بلال لونا شكرا لك الشيف بلال لونا الذي وصل الى نصف نهائي حصه توب شيف عرب، شكرا لك على الحضور على تلبيه الدعوه وكل ما قدمته لنا حصريا بالقميص الخاص. ان شاء الله ماذا بيا باش واش نديروا الجزائر قليل ما دابينا نبينوا كل شيء الجزائر. رضوان نلتقي غدا كالعاده ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي غدا اقول مع ضيف اخر ان شاء الله، لاحن متعكم دائما ان شاء الله. اذا بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج في حضره افريقيا، نلتقي واياكم دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.